لا لا أريد أن أتهمه، وأنا أعرف الظروف في البطانة والحاشية التي تحيطه بالحكام عموما، وأعرف أيضا أن كأس السلطة نشوتها مخيفة. ولذلك أقف أنا بيني وبين نفسي أقول فيما لو كنت أنا في هذا الموقع، يا ربما أكون قد غرقت في نفس الضعف، نفس التصرفات المرفوضة من الآخرين، في نفس الشيء الذي أنتقده. ولذلك أحمد الله أني مجرد شاعر، ووقفت من الصادق المهدي وكتبت قصيدة سميتها سقوط دبشاليم، قصيدة طويلة يمكن من أطول قصائدي، مقطعات. كان الصادق يقرأها وهو رئيس وزراء السودان، وأنا صحفي يكتب في جريدة اسمها الناس أبيات شعرية تحت عنوان سقوط دبشاليم، وكان يعلم أنني أعنيه وأقصده. وأذكر قبل أن أقول القصيدة أني التقيت به قبل 3 أو 4 سنوات في القاهرة، وأقام لي حفل تكريم في بيته في مدينة المنصورة في 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 مصر الجديدة، ودعا مجموعة من الشعراء والكتاب والصحفيين المصريين على شرف الشاعر محمد الفيتوري، ووقفنا نتكلم ونتحدث، وكانت سهرة لطيفة يذكرها السيد الصادق المهدي. وأثناء السهرة أنا طبعا حببت أعبد، قلت له وأنت تتذكر قصيدتي سقوط دبشاليم يا سيد الصادق؟ قال لي أذكرها جيدا. قلت له تعرف من هو دبشاليم؟ قال لي أعرفه. قلت له تعرف أنه أنت دبشاليم؟ قال لي أنا أعرف. قلت له تعرف أن أنا قلت فيها كذا 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 كذا؟ قال لي آه. قلت له مثلا أنا قلت عنك، سأقرأ أبيات عن القصيدة، قلت له أنا أعرف أن أنا قلت في القصيدة أكتب عن عصرك، عصر الغضب الميت، عصر الضحك المقهور، عصرك يا مولاي حيث تركض الخيول في القماقم وتسكن الغربان في العمائم، حيث يهب فجأة من ظلمة العصور الديناصور. قال لي طبعا أنا الديناصور. قلت له أيوة أنت الديناصور. قال لي كي ترى أننا نحن السودانيين ديمقراطيين بطبيعتنا وبشرف مواقفنا وبإنسانيتنا. قال لي أنا وكرئيس حزب الأمة وأنت تكتب هذه القصيدة اللي فيها بعض الهجاء لي، كان ممكن أرسل لك 3 أو 4 من حزب الأمة بدوك ضربوك طريحة أهلكتك. لكن طبعا قلت له طبعا ما هذا هو السودان. على أي حال أنا ذكرت هذه الحادثة لكي أقول أي ديمقراطية عاشها السودان ويعيشها، وأرجو أن تظل تتطور في السنوات القادمة، خاصة في ظل السيد الرئيس الفريق كلنا نعرف اسمه ويعرف، وأنا أحبه وأحترمه وأقدره، الفريق البشير. أنا قلت للصادق المهدي، قلت له في قصيدتي سقوط دبشاليم أقول له في بعض الأبيات، أقول له وقالت هي صراع، شنو هي سقوط دبشاليم؟ دبشاليم أحد ملوك الفرس القدامى، ملك ملوك الفرس، وكان في عصره حكيم اسمه بيدبة الحكيم، كان كبير حكام الفرس حينذاك، وكان يعني في بين الملك الحاكم دبشاليم وبين بيدبة مودة، هذا كبير الحكماء وهذا كبير الملوك دبشاليم. فأدرت حوار، طبعا أنا لست في مقام بيدبة لكن الصادق في مقام دبشاليم في نظري، فكتبت هذه الأبيات، بدأتها بهذا الهتاف أو هذه الإشارة، أقول له هذا من كليلة ودمنة القصة أصلا، أقول أنبه الصادق، أقول له الريح في شوارع المدينة المائلة الشرفات تدحرج الطبول، والقمر القديم شاحب الرؤى يحلم بالأفول. يا ريح ما الذي أقول؟ لو أن ذاك القمر القديم مات ما الذي أقول؟ وقال بيدبة اللصوص اقتحموا حواجز الميناء وحطموا سارية السفينة
وسرقوا كنوزها الثمينة، ولم يزل قبطانها يضرب في أزقة المدينة يبحث عن منظاره القديم. تلك هي الرواية التي أرى فصولها يا دبشليم. وأقول له أخائف أنت؟ يعني وقال بيدب الحكيم للملك الجليل دبشليم: سألتني عن السقوط ذات مرة يا أيها الملك، ها أنا ذا أقول لك، إن تكن لازلت مصغيا إلي ها أنا ذا أقول لك. يسقط بعضهم لأنه يرى ولا يرى، ويسقط البعض لأنه يسير القفقرة. وشر أنواع السقوط مرضا هو السقوط في الرضا. وأقول له أخائف أنت؟ وهب دبشليم مغضبا وقال بيدبا: تنام يا مولاي مهموما وتصحو متعبا، وعجبا، تلبس تاجا من ذهب وجبة من الحرير والقصب، وحولك الحجاب والحراس بالآلاف، ثم تخاف: أهذه نهاية المطاف؟ وأقول له في الآخر، طبعا قصيدة طويلة، أقول له: لولا حيائي منك، أنا أخذت نموذج، لولا حيائي منك، لولا خشيتي لقلت لك: السم في كأسك والخنجر في العباءة، يا أيها الجالس خلف الحجرة المضاءة، على جلالك السلام. وأومأ الأمير للسياف: يا غلام أطح برأسه، وضاع الصوت في الزحام. وعجب يا سيدي، كأنما أغوص في حلم من الأحلام، فإنني كنت نصحت منذ 1000 عام، أنا كنت نصحت منذ 1000 عام متوجا مثلك، ما أعدله وأعدلك، لكنه ازدرى نصيحتي ازدراني وبقيت بينما هلك. آخر أبيات اخترتها من هذه أقول طبعا النموذج الصادق، يعني وقالت البومة للطاووس، البومة قالت للطاووس: لولا صورتي الكريهة الدميمة ما كنت تمشي الخيلاء معجبا بريشك الجميل. البومة قالت للطاووس: لولا صورتي الكريهة الدميمة ما كنت تمشي الخيلاء معجبا بريشك الجميل. فابتسم الطاووس ضحكا وقال: صدقت يا سيدتي الحكيمة، فكبرياء الكبر تعني قمة الذلة في الذليل، وكثرة الكثير قلة القليل. آخر أبيات أقول له: أكتب عن عصرك كيف انطفأت روعته، وكيف تعرج ساقاه وتهرمان كل لحظة تحت ثلوج الزيف. أكتب عن عصرك، قال بيدبا، والسيف يبكي في عناق السيف، وباطل عصرك، ناره سجينة وشمسه غريقة، والشعر وحده هو الإنسان والحقيقة. أكتب عن عصرك، أبني لك في شعري قبرا من ذهب، ترقد يا مولاي من أفراحه في مهرجان، تصبح فرعون الذي كان وكان، ومثلما جاء ذهب، إلا بقايا حنطة ومومياء ملك وظل صولجان. تلك الأبيات من القصيدة التي كتبتها
تحية وتقدير واحترام واعتزاز بالصداقة التي تربط بيني وبين السيد الصادق المهدي، وأنا أذكرها للتاريخ.